حاجه لا كنا نعم نديروا معكم زياده فواحد هنا وهذه هنا باش تشوفوه أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة شوف تي في في هذا البث المباشر. حافلة نادي الرجاء الرياضي تستعد في هذه اللقطات لانطلاق نحو المركب الرياضي محمد الخامس الذي سيحتضن لقاء هام سيجمع بين فريق الرجاء الرياضي والزمالك المصري برسم ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. الحافلة ديال فريق الرجاء الرياضي كتستعد في هذا الأثناء إلى انطلاق إلى المركب الرياضي اللي غادي يكون مسرح للاحتضان نصف نهائي برسم دوري ابطال افريقيا الفريق الرجاء البيضاوي. اكيد جمال السلامي مدرب الفريق بمساعده المدربين الرجويين الشابين يوسف السفري وهشام ابو شروان اكيد انهم اعطوهم اخر اللحظات واعطوهم اخر او كيستعدوا لاخر الاستعدادات اللي كتسبق للمباراه اللي غتجمع قبل قليل من الان مباراه اللي غتجمع بين فريق الرجاء البيضاوي والزمالك المصري. لنا دقائق قليلة وتنطلق رحلة أو بعثة نادي الرجاء الرياضي نحو المركب الرياضي محمد الخامس. بعثة نادي الرجاء الرياضي التي كانت تقيم لأكثر من 3 أيام هنا بأحد الفنادق الفخمة بمدينة الدار البيضاء وبالضبط بشاطئ عين دياب. نتمنى كل التوفيق لنادي الرجاء الرياضي في مباراته اليوم أمام فريق الزمالك المصري. الرجاء ممثل الثاني للأندية الوطنية بدوري أبطال إفريقيا بعد الوداد الرياضي الذي للأسف مني بهزيمة قاسية إن صح التعبير أمام فريق الأهلي المصري بنتيجة 2-2. نتمنى أن يكون فريق الرجاء البيضاوي أقوى بكثير من غريمه التقليدي الرجاء وينتزع بطاقة الفوز من مركب الرياضي محمد الخامس ليأخذ مباراة الإياب بأريحية كبيرة. عندك الفوتو؟ لا عندك الفوتو. إذن ثواني قليلة وتنطلق رحلة الرجاء إلى المركب الرياضي محمد الخامس استعدادا للمباراة المقبلة أو المباراة اللي غتنطلق قبل قليل من الآن أمام فريق الزمالك المصري. فريق الرجاء البيضاوي أجرى حصة تدريبية أخيرة يوم أمس السبت هنا بمدينة الدار البيضاء وكذلك بالنسبة لفريق الزمالك المصري الذي خاض حصة تدريبية للساعة 11 صباحا بالمركب الرياضي محمد الخامس هو المركب اللي غادي يحتضن لقاء هام لقاء كبير لقاء قوي بين فريقين كبيرين فريق الرجاء الرياضي والزمالك المصري. حافلة الرجاء الرياضي تستعد بعد قليل من الآن للانطلاق نحو المركب الرياضي محمد الخامس. هذا الملعب اللي غادي يحتضن عفوا كما قلنا مباراة قوية مباراة كبيرة بين فريقين كبيرين فريق الرجاء الرياضي والزمالك المصري. كل التوفيق كما قلنا لنادي الرجاء الرياضي في مقابلة اليوم أمام فريق الزمالك المصري مقابلة غادي تكشف من خلالها هوية الفريق الذي قد يضمن بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية التي ستقام في حالة أو في حالة فوز فريق مغربي وفريق آخر مصري ستقام بمصر في كاين حالة واحدة فقط اللي تقدر تلعب فيها المباراة النهائية هنا في المغرب تأهل كل من فريقي الرجاء والوداد البيضاويين إلى المباراة النهائية.
إذن ثواني قليلة تفصلنا فقط على الانطلاق بهجتنا للرجاء الرياضي صوب المركب الرياضي محمد الخامس، دائما في انتظار الالتحاق كل العناصر الرجوية بالحافلة الفريق لتنطلق إلى المركب الرياضي محمد الخامس. ونذكر المشاهدين الكرام ومتابعي قناة شوف تي في أن اللقاء اللي غيجمع الزمالك المصري بفريق الرجاء البيضاوي بداية من الساعة 8 مساء حسب التوقيت المعمول به هنا بالمملكة. كل التوفيق لنادي الرجاء الرياضي في مباراة اليوم. نحن كصحفيين وأنتم كجماهير ومحبين لنادي فريق الرجاء البيضاوي الكل يتمنى التوفيق لهذا النادي، الكل يتمنى أن يحقق الرجاء الرياضي بطل المغرب 12 مرة التوفيق في هذا اللقاء، ولما لا الفوز على الزمالك بحصة كبيرة، الحصة اللي غادة تجعل أبناء الإطار المغربي جمال السلامي على خوض لقاء الإياب بأريحية كبيرة. أقل من 10 دقائق تقريبا وستنطلق رحلة الرجاء أو بعثة الرجاء إلى المركب الرياضي هناك بالمعريف مركب الرياضي محمد الخامس اللي غادي يكون اليوم مسرحا كرويا اللي غيحتضن لقاء كبير بين فريقين كبيرين الأهلي أو عفوا الزمالك المصري والرجاء الرياضي. الرجاء متسلح بمجموعة من النجوم على رأسهم الكونغولي بين مالونغو اللاعب عبد الاله الحفيدي محسن متولي العميد بدر بنون العرجون ومجموعه من الاسماء البارزه التي ساهمت في تحقيق الرجاء لنتائج ايجابيه نتائج كبيره خلال الموسم الكروي. اكيد ان الرجاء توج الاسبوع المنصرم بلقب البطوله، هذا التتويج اللي غادي يعطي واحد الشحنه ايجابيه في صفوف اللاعبين لتحقيق نتيجه ايجابيه خلال هذه المباراه. لأن هذا عبد السلام حنات احد المسيرين السابقين الذين اسرفوا على تسيير فريق الرجاء الرياضي، احد المسيرين المخضرمين عبد السلام حنات. عبد السلام قرا المقابله اللي غتجمع بين فريق الرجاء البيضاوي والزمالك المصري، غير التوقعات ديالك، توقعات المقابله. لأن سلام حنات ربما متخوفا شيئا ما قبل اللقاء، أكيد نحن كصحفيين نعرفوا الضغط اللي على المسؤولين وعلى الإداريين وعلى اللاعبين وعلى المسيرين وعلى كل الأطقم التقنية والطبية للنادي. هذه حافلة الرجاء الرياضي اللي غتنطلق بعد قليل من الآن صوب المركب الرياضي محمد الخامس. ناخذ بعد التعليق مشاهدينا الكرام الخاص بالجماهير الرجوية عبر صفحة القناة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. إذا حسن وسعيد ديما رجاء فصيح اللي قال مربوحة إن شاء الله، زهير زروح الرجاء جوج الزمالك زيرو. أكيد كل الجماهير الرجوية تمني النفس بتحقيق نتيجة إيجابية ونتيجة الفوز في لقاء اليوم، لقاء اللي غيجمع الرجاء الرياضي بفريق الزمالك المصري بالمركب الرياضي محمد الخامس بداية من الساعة 8 مساء حسب التوقيت المعمول به هنا بالمملكة.
ثواني قليلة وستنطلق بعثة نادي الرجاء الرياضي إلى المركب الرياضي محمد الخامس. أكيد مجموعة من اللاعبين صعدوا قبل قليل من الآن إلى حافلة الفريق. لاحظنا كذلك صعود الطاقم التقني برئاسة السيد يوسف السفري كذلك وجمال السلامي وهشام أبو شروان في انتظار التحاق باقي اللاعبين إلى الحافلة لغاية تنقل كل الطقم الإدارية والتقنية إضافة اللاعبين إلى مركب رياضي محمد الخامس. أكيد جواد زياد رئيس المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي كان هنا بالفندق التي يقيم بها أو الذي يقيم بها عفوا اللاعبين والأطقم الإدارية والتقنية للفريق. جواد زياد أكيد في هذه الزيارة دعم من خلالها كل فعاليات الرجوية دقائق أو ساعات قليلة على المباراة الحاسمة. جواد زياد ارتأى أن يأتي إلى هنا بأحد الفنادق الفخمة بمدينة الدار البيضاء لدعم كل اللاعبين قبل المباراة الحاسمة من فريق الزمالك المصري. وأكيد أن مثل هذه المباريات تتطلب دعم معنوي ومادي كذلك من المكتب المسير لأي نادي، والشيء اللي قام به جواد زياد بمعية مكتبه المديري اللي كنشاهدهم في هذه اللحظات يعني كيدعموا الفريق ديال الرجاء البيضاوي لما لا تحقيق لقب ثاني هذا الموسم بعد تحقيق لقب البطوله قبل اسبوع من الان. فريق الرجاء الرياضي مرشح ابرز لنيل اللقب لقب دوري ابطال افريقيا الذي غاب عن النادي منذ مده طويله. هذا اللاعب عمر بوطيب لاعب فريق الرجاء البيضاوي. عمر بوطيب احد نجوم الفريق الذين صنعوا الفرحه والتتويج في صفوف الفريق. عمر بوطيب تالق مع نادي الرجاء الرياضي وفاز معه بمجموعه من الالقاب، كان اخرها البطوله الاحترافيه. ربما عناق بينه في لقطه طريفه بين عمر بوطيب والابن ديالو. اكيد كل اللاعبين يحتاجون للدعم من طرف العائلات، من طرف المكتب المسير، من طرف اصدقاء. كل التوفيق لفريق الرجاء البيضاوي في مباراة اليوم. إن كل الجماهير الرجوية التي تفاعلت معنا عبر هذا البث المباشر تتمنى حدا موفقا لنادي الرجاء الرياضي، ونحن بدورنا نتمنى حدا موفق لكل فعاليات الرجوية في مباراة اليوم أمام فريق الزمالك المصري. مباراة اللي غادي تكون حاسمة واللي غادي تحدد هوية الفريق الذي ضمن التأهل إلى المباراة النهائية.
المشاهدين الكرام، في هذه اللحظات حافلة نادي الرجاء الرياضي تستعد للانطلاق نحو المركب الرياضي محمد الخامس، أكيد مدعومة بعناصر الأمن والسلطات المحلية الذي ستؤمن هذه الرحلة القصيرة من أحد الفنادق هنا بشاطئ عين دياب إلى المركب الرياضي محمد الخامس. عبد الغني هذا هذا يا حي وللتذكير فقط أصدر نادي الرجاء الرياضي يوم أمس السبت بلاغا أكد من خلاله إصابة لاعبين بارزين بفيروس كورونا، وبعد أن توصلت مكونات نادي الرجاء الرياضي بالمسحة الطبية التي أجراها الفريق قبل 48 ساعة من الآن، المسحة التي تفرضها الاتحاد الإفريقي كما يفرضها أو تفرضها السلطات المحلية هنا بالمغرب، أثبتت إصابة لاعبين بارزين بفيروس كورونا. أكيد اللاعبين جودي اللاعبين اللي تعرفت عليهم جميعا مشاهدينا الكرام غادي يغيبوا على قمة اليوم، ربما نتمنى أن جودي الغيابات ما يأثروش على الفريق الأخضر في المقابلة دي اليوم. أكيد أن جمال السلامي قرأ مجموعة من القراءات ووضع مجموعة من الخطط لكي يعني يعوض غياب جوج ديال اللاعبين في مباراة اليوم، ولما لا إن شاء الله فريق الرجاء الرياضي ينتصر في هذا اللقاء على فريق الزمالك المصري اللي غادي يغيب عليه كذلك أحد النجوم الفريق فرجاني ساسي التونسي الذي أصيب كذلك بدوره بفيروس كورونا. إذن ثواني قليلة مشاهدي الكرام وستنطلق حافلة نادي الرجاء الرياضي إلى المركب محمد الخامس مدعومة بالسلطات المحلية وبرجال الأمن الذين سيؤمنوا هذه الرحلة إلى المركب محمد الخامس. في هذه اللحظات ستنطلق رحلة نادي الرجاء الرياضي صوب المركب الرياضي محمد الخامس، فريق الرجاء بقيادة مدربه الشاب الإطار الوطني جمال السلامي الذي توج بأول لقب له مع الرجاء الرياضي وأول لقب له مع نادي في البطولة الاحترافية. جمال السلامي
اكيد مدرب الكؤوس، مدرب اللي عوضنا انه يتوج بالالقاب، مدرب للتوج مع المنتخب الوطني المغربي المحلي بلقب كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، مدرب الذي أسرف على تدريب المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة وذهب معه بعيدا في هذه المشاركة. الآن جمال السلامي يتوج رسميا بلقب البطولة بعد أن ضاع عن فريق الأخضر لأكثر من 4 سنوات. جمال السلامي عين هذه المرة على لقب غالي، لقب قاري يتنافس عليه مجموعة من الأندية العربية أبرزها الأهلي والوداد والزمالك ثم الرجاء. أكيد جمال السلامي وضع مجموعة من الخطط ومجموعة من الأمور قبل هذا اللقاء الحاسم، كما قلنا ثواني قليلة وستنطلق رحلة الرجاء صوب المركب الرياضي محمد الخامس. كل التوفيق لنادي الرجاء الرياضي ولأبناء الإطار الوطني جمال السلامي والأصدقاء العميد محسن متولي في هذا اللقاء، اللقاء الحاسم اللقاء الذي سيحدد من خلاله بشكل كبير هوية الفريق الذي سيتأهل إلى الدور النهائي. مشاهدي الكرام، مجموعة من اللاعبين الرجويين اللي كيصعدوا في هذه اللحظات إلى حافلة الفريق، سفيان الرحيمي، محسن متولي، بدر بنون، ومجموعة من الأسماء البارزة والوازنة التي اعتمدها الإطار الوطني جمال السلامي في مباراة اليوم. إن في هذه اللحظات الكل ربما صعد إلى حافلة الفريق وآخر الملتحقين هو يوسف السفري. أكيد كما تلاحظون جواد الأمين أحد المنخرطين بنادي الرجاء الرياضي ومجموعة من الشخصيات بنادي الرجاء الرياضي بمختلف الصفات. إذن نادي الرجاء الرياضي يستعد في هذه اللحظات، نادي الرجاء الرياضي للانطلاق نحو المركب الرياضي محمد الخامس. إذن الخلية الأمنية سترافق مدعومة بالسلطات المحلية كذلك سترافق رحلة نادي الرجاء الرياضي القصيرة من عين دياب إلى المعارف وبالضبط المركب الرياضي محمد الخامس الذي سيكون عرسا كرويا اليوم لا محالة. لما لو أن جوج ديال الأفراقية، جوج ديال الأفراقية اللي هما كبار الرجاء الرياضي والزمالك المصري، كل واحد فيهم سيسعى من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تخول له البطاقة التأهل إلى الدور النهائي. هذه حفلة نادي الرجاء الرياضي مشاهدينا الكرام تنطلق في هذه اللحظات صوب المركب الرياضي محمد الخامس مدعومة بالعناصر الأمنية والسلطات المحلية. كل التوفيق لنادي الرجاء الرياضي. الحفلة اللي انطلقت رسميا من فندق الإقامة، فندق اللي كان كتقيم به كل العناصر الرجوية، الآن الحفلة كتنطلق صوب المركب الرياضي محمد الخامس استعدادا للقاء الحارق، للقاء الهام اللي غادي يجمع قبل أو بعد قليل من الآن وبعد الساعة تقريبا من الآن غادي يجمع فريق الرجاء البيضاوي وفريق الزمالك المصري
كل التوفيق لهذا الفريق. حافلة الفريق غادرت من حافلة نادي الرجاء الرياضي في طريقها إلى المركب الرياضي محمد الخامس. هذا أسلام حناج، أسلام حناج أحد المسيرين الرجاويين، أسلام حناج أحد المسيرين التي أسرفوا على تسيير فريق الرجاء الرياضي.
اقتربت من المركب الرياضي محمد الخامس. مدعومة أكيد العناصر المحلية وسلطات عناصر الأمن الوطني وسلطات المحلية التي أمنت رحلة نادي الرجاء الرياضي من الفندق الذي كان يقيم به لاعبو الأطر التقنية والطبية لنادي الرجاء الرياضي إلى المركب الرياضي هنا مدينة القطار من المركب الرياضي محمد الخامس. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام حافلة نادي الرجاء الرياضي تصل إلى المركب اللي غادي يحتضن اللقاء. إذن حافلة الفريق كتلحق في هذه اللحظات للمركب الرياضي محمد الخامس. أكيد العناصر الرجوية واعية بالمسؤولية اللي عليها، واعية بأن هذا اللقاء ما غاديش يكون سهل، ما غاديش يكون في المتناول، لقاء كبير، لقاء حاسم، لقاء غادي يستضيف من خلال فريق الرجاء الرياضي فريق الزمالك المصري برسم ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. الآن لاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي كيوصلوا في هذه اللحظات إلى الملعب المحتضن لهذا اللقاء. كما تلاحظون حافلة النادي، هذا جمال السلامي مدرب الفريق يترأس بعثة نادي الرجاء دحنان، أحد المسيرين يوسف السفري، أبو شروان هشام المساعد الثاني، المعد البدني للفريق، كل الفعاليات الرجوية متحمسة. هذا محمد أبو عميرة الحارس الثاني لفريق الرجاء الرياضي، إلياس الحداد، لأنه مجموعة من الأسماء البارزة، عمر العرجون، بوطيب، لأن مجموعة من اللاعبين الرجويين. إذن كل اللاعبين يعني واعين بالمسؤولية اللي عليهم. فعالية نادي الرجاء الرياضي وفابريس نجومة لجواد أمين أحد المنخرطين بنادي الرجاء الرياضي وعضو مكتب مسير محسن متولي العميد، كذلك كينزل في هذه اللحظات بدر بنون القائد الثاني للقلعة الخضراء ومجموعة من اللاعبين الآخرين. إذن اللاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي كيستعدوا للدخول للمركب الرياضي محمد الخامس. كل التوفيق لنادي الرجاء الرياضي بطل المغرب في هذا اللقاء، اللقاء الحارق، اللقاء الهام أمام فريق الزمالك المصري. نتمنى كل التوفيق لنادي الرجاء الرياضي. هذا محمود بن حليب أحد نجوم الفريق اللي يقدر يعول اليوم الإطار الوطني جمال السلامي في مباراة اليوم. محمود بن حليب يعد أبرز اللاعبين الشباب، يعني كل جميع الفعاليات الرجوية اليوم متجندة وراء فريق الرجاء الرياضي من أجل تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، هو اللقب الثاني على التوالي في حالة تحقيقها رفقة الإطار الوطني جمال السلامي. علي الزواج مشكلة العام الثاني.
مركب رياضي. إن كل التوفيق لنادي الرجاء الرياضي الممثل الثاني بعد الوداد الرياضي، وكذلك يمثل الأندية الوطنية المغربية بدوري أبطال إفريقيا. نتمنى كل التوفيق لهذا النادي الكبير، نادي الرجاء الرياضي الذي حقق قبل أسبوع من الآن لقب البطولة. مشاهدي الكرام، كنشكركم على التفاعلات ديالكم، على التعليق ديالكم، عبر التتبع ديالكم لقناه شوف تي في عبر الصفحه الرسميه للقناه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كنضرب لكم موعد مباشره بعد نهايه اللقاء. وقبل من نهيو هذا البث المباشر، كنتمنوا كل التوفيق لنادي الرجاء الرياضي من اجل تحقيق نتيجه ايجابيه في لقاء اليوم، النتيجه اللي غادي تخلي اللاعبين الرجاويين ياخذوا مقابله الاياب باريحيه اكبر. كل التوفيق لنادي الرجاء الرياضي، وحد اوفر كذلك النادي الوداد الرياضي، ولما لا العوده بنتيجه ايجابيه من مصر. كل الكره القدم لا تعترف بالمستحيل، والمستحيل ليس مغربيا. شكرا لكل المتابعين الكرام، نضرب لكم موعد مباشره بعد نهايه اللقاء.